يقول الشخص الذي أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد، هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين أم يصليها ظهرا؟ صليها ظهرا، لأن الجمعة والجماعة على الصحيح لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة قبل أن يأتي المسبوق دخل معه، فإنه لا يكون مدركا للجماعة ولا مدركا للجمعة، ويصليها ظهرا بالنسبة للجمعة ويصليها قضاء بالنسبة لغير الجمعة. نعم.